مشاهدينا الكرام، من احد الشخصيات البارزه في مدينه كلباء الاستاذ علي سليمان السويجي، ننتقل معاكم الان الى فقرتنا التاليه، وكما عودناكم في كل يوم خميس نكون معاكم في فقره تحدي بين الزميل وديع محمد والزميله عائشه الطنيجي ليبرز لنا اهم المعالم التراثيه والتاريخيه في المنطقه الشرقيه. بنشوف اليوم الزميله عائشه الطنيجي وين بتاخذنا، خليكم ويانا. تتميز منطقة خور كلباء بوجود العديد من الآثار والأماكن التاريخية، ومنها مسجد السمرة. ويسعدني ويشرفني أن يكون معاي للحديث عن هذا المسجد الدكتور سعيد الحداد، وهو مدير معهد الشارقة للتراث فرع كلباء. حياك الله معنا دكتور. يا أهلا مرحبا أستاذ عائشة، وشرفنا اليوم الحقيقة زيارتكم هذه الجميلة للإطلالة على منطقة خور كلباء وعلى منطقة بعض المعالم التراثية الموجودة الحقيقة فيها. وكما أشرتي أنه حصن مسجد السمرة طبعا معلم من المعالم التراثية الموجودة بهذه المنطقة، وهذا المسجد طبعا مسجد من المساجد القديمة اللي ظهرت بهذه المنطقة. وطبعا مسجد السمرة لو نلاحظ أن يمكن ناس تسأل ليش، أو بعض الناس تسأل ليش سمي بمسجد أو سموه مسجد السمرة، سبب تسميته حسب ما عرفنا من أهالي هالمنطقة والناس، أن الناس كانت قبل في المنطقة هذه وفي المكان هذا هنا كانت موجودة السمرة، وكان الناس يصلوا تحت هذه السمرة. لكن مع مرور الوقت وتقدم الأيام طبعا كان صار من الصعب عليهم، وبالذات أيام الشتاء والأيام اللي يكون فيها مطر، وكذلك الأيام الصيف الحارة واللي يكون فيها غبار وكذا، يظلون مساكين تحت هذه السمرة. لكنهم اتفقوا على أنهم مثل ما يقال نجتمع الأهالي على بناء هذا المسجد اللي يسموه وسموه باسم المسمى المكان اللي يصلوا فيه وهو السمرة، وسموه واطلقوا على الاسم مسجد السمرة. مسجد السمرة طبعا هو مسجد مثل ما انتم شايفين وملاحظين انه مسجد صغير، مسجد فروض مش مسجد جامع، مسجد فروض. لكن هذا المسجد نقدر نقول ان هذا المسجد يعني يجمع، لو نلاحظ فريق ممتد عندنا من الامتداد ما بعد المسجد وامتداد من هالناحية والامتداد اللي قدامنا، فهذا المسجد أيضا يعني يأتي الناس، وكذلك الامتداد الغربي الموجود وراء المسجد البسيط. فهذا كلهم يصلوا وين؟ في المسجد. مسجد يعني هذه المنطقة منطقة سكنية، فكانت الحاجة ماسة لوجود مسجد طبعا، لأن طبعا الحمد لله والشكر لله أولا وأخيرا، لأنه الناس بطبيعتهم وهذا حرصهم منذ الأزل على وجود المساجد وبناء المساجد والاهتمام بالمساجد. وطبعا الناس هني لما اجتمعوا وبنوا هذا المسجد طبعا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثواب والأجر في هذا ما قاموا فيه في ذاك اليوم. وطبعا كانوا لابد أن محتاجين لمسجد، وكان لابد من وجود هذا المسجد الصغير الموجود اللي حين نحن نشاهده. لكن هذا المسجد يعني بعد فترة يعني تعرض إلى بعض نقول تأثر، يعني مرور الزمن لازم تتأثر المباني. فالحمد لله يعني معهد الشارقة للتراث بهدر أيضا بترميم وصيانة هذا المسجد نفسه، والحمد لله تمكن من إعادته، وكان ثابت لكن أعاده وصلحوا ما كان فيه الحمد لله وضبطوه وإلى ما كان عليه. كذلك أن نلاحظ في هذه المنارة، قد يقول قائل أن هذا النوع من منار ما كان موجود بالماضي، أضيفت حديثا يعني هذه المنارة أضيفت، نقدر نقول هذه المنارات اللي طلعت عندنا هني في المنطقة من فترة من بعد السبعين وما فوق. نعم. هذه إضافة للمنارة يعني في فترة متأخرة جدا ولاحقة جدا، يعني قريبة جدا انضافت له هذه المنار اللي تشوفوه، وبقى هذا المسجد قائم إلى يومنا هذا. الناس طبعا حتى نحن هني بالمحد والمنطقة الناس العاملين هني وكذا يأتون ويصلوا فروضهم الحمد لله بهذا المسجد، وهو متوفر لصلاة الجميع. نعم دكتور، لو تخبرنا عن مواد بناء هذا المسجد. طبعا هذا المواد البناء اللي بنى فيها المسجد مواد، طبعا نحن المسجد بنى بمواد، طبعا البناء معروف المنطقة هذه
يعني في الماضي ما كان موجود الطابو، وإنما الميناء كان بالحصى واليص اللي هو الجص اللي كان سائد في تلك الفترة. فهذا بناء المسجد من هذه المواد. وأيضا نحن حتى المعهد لما رجع إلى صيانة المبنى نفسه والمسجد نفسه أرجع على نفس ما كان عليه. نعم. حتى حافظ على شكله، على شكله كذلك على الأبواب والدرايش لو تلاحظوا خشبية ما نضافت لي أبواب أو درايش للشبابيك يعني نقول زجاجية أو غيرها، لا خشبية مثل ما كان عليه. زين دكتور لو تخبرنا كم كان يستوعب هذا المسجد؟ يعني نقول هذا المسجد يعني في حدود ياخذ في حدود من 4 إلى 3 صفوف داخل. نعم. وطبعا ياخذ في حدود 50 إلى 60 مصلي تقريبا. نعم. هذا تقريبا المسجد لانه مش كبير لكن يمكن يوصل الى 100 لكن انا ما عندي القياس او الرقم الثابت. نعم. لعدد المصلين بالنسبه لهذا المسجد، لكن على حسب صغر المسجد ومساحته أرى ما يتجاوز يعني وأن تجاوز يوصل إلى 70 مصلي، هذا إذا ضفنا للسبلة أو الليوان الموجود خارج المسجد نفسه. دكتور لو تخبرني ليش تم اختيار موقع هذا المسجد؟ طبعا يعني نحن لو نلاحظ مو بالله هذا المسجد كل المساجد أنتوا لو تلاحظوا سواء كانت القديمة أو الحديثة دائما يكون الاختيار وموقع المسجد يكون قريب من المناطق أو الفرجان اللي الناس طبعاً متواجدة فيها ومحتاجة إلى مسجد، لأن ما ممكن نبني لك المسجد مكان بعيد والفريج أو الحي أو المنطقة هي في مكان آخر. دائماً أيضاً لأنه يختاروا الأماكن ويختاروا تلاحظوا أنه حتى المسجد جاي منطقة وسط ما جاي في الطرف جاي وسط. أيضاً كذلك المسجد إلى جاور الحصن، والحصن هذا كانت في ناس يعني رايحة جاية في ذاك الوقت أيضاً بحاجة إلى من حراس وغيره، بحاجة إلى مكان يصلوا فيه. إذن نشوف أن المسجد جاي في منطقة الوسط بين الفرقان وبين الحصن والمنطقة المجاورة له من الجهة الجنوبية لخدمة سكان المنطقة وخدمة العابرين كذلك. طبعا 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 بلا شك فيه. شكرا دكتور يعطيك الصحة والعافية. إذن مشاهدين الكرام يعتبر مسجد السمرة من أقدم المساجد الموجودة في منطقة خور كلباء. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الفقرة ومع السلامة. نشكر زميلة عائشة على هذه الجولة الجميلة. مشاهدينا الكرام ننتقل معكم الآن إلى موضوع آخر. في دولة دعمت الثقافة والأدب فشكلت مجموعة من الكتاب الشغوفين والممثلين لتجربة الثقافة وحب الكتابة وإعطاء بعض من مخزونهم المعرفي والثقافي للجمهور. اليوم معنا كاتبة إماراتية طموحة جعلت لنفسها مكان في سباق التقدم في دولة الإمارات. نرحب معكم اليوم بالكاتبة أماني أحمد المطروشي كاتبة إماراتية. حياك الله ويانا أستاذ أماني. الله يحييك مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا. يعني نتكلم اليوم عن مجال الكتابة وعالم الكتابة، لكن ندخل هذا الموضوع في بدايتك في مجال الكتابة. نعم طبعا بدايتي كانت في 2017، كنت تقريبا تقدر تقول أن أكتب يوميات، أحب أوثق بعض المشاعر اللي تكون خلف المواقف أو خلف نجاح معين سويته، شيء معين أنا أطمح له. ما كانت المهارة جدا عالية بموضوع الكتابة 100%، لكن مع الوقت نميت هذه المهارة أكثر، قدرت تقريبا أسيطر على موضوع أني أنا أكتب بمهارة وبدقة عالية خلينا نقول 2018-2019. فهي بداية موضوع الكتابة كان من 2017 الحمد لله، مع الاستمرار والمهارة أكثر وأكثر وصلنا لموضوع إصدار كتاب الكتاب الأول الحمد لله اللي هو كتاب من عمق المشاعر. هذا كان أول إصدار. هذا الكتاب شو اللي يحتوي هذا الكتاب من معلومات من 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 كلمات من جمل من عبارات؟ نتكلم عن هذا الكتاب شوي بشكل أعمق. من عمق المشاعر هو كتاب عبارة عن نصوص نثرية خواطر لمواقف واقعية يمكن أنا عشتها غيري عاشها. اللي بيعرف أماني عن قرب بيلتمس أن أماني موجودة في الكتاب من 50 إلى 60%، أما النسبة الباقية تعتمد على المواقف اللي أنا سمعتها من أشخاص حولي، أصدقاء، أشخاص من الأهل، أشخاص قراب.
الغاية من هذا الكتاب أن أنا أوصف شعور، الغاية أني أنا أبى كل قارئ يشوف نفسه في الكتاب. أنت اليوم كقارئ بتشوف نفسك في الكلمة الفلانية، في الصفحة الفلانية. قدر الإمكان حاولت أني أنا أوصف مشاعر، خلينا نقول واقعية، مشاعر أنا عشتها 100%، مشاعر التمستها من خلال المواقف اللي أنا سمعتها من غيري. الهدف أيضا الأساسي من هذا الكتاب أن نحن مثل ما قلت لك نوصف شعور الآخرين. صحيح. حاولت بعد في جزء معين من الكتاب أني أنا أسرد قصة إنجازات أماني، أسرد جانب من جوانب حياة أماني، التحديات، الصعوبات اللي صقلت شخصيتي اللي أنا فيها الآن. ويمكن أنا اليوم كقارئ إذا أنا بي بقرأ الكتاب أشوف نفسي في جانب معين من الكتاب. فالكتاب بشكل عام هو يحمل مشاعر أنا عشتها، مشاعر غيري عاشوها، والهدف الأساسي أن كل قارئ يشوف نفسه في الكتاب. ممتاز. اليوم لما نتكلم عن الكتاب وعن المسيرة اللي يكونوا فيها الكتاب وفي كتاباتهم ومؤلفاتهم، الأسس اللي يمكن يعتمدون عليها اليوم أماني، الأسس اللي اعتمدت عليها في كتابها الأول، في إصدارها الأول، الأساسيات اللي مشت عليها واللي تبعتها والقواعد في هذا الكتاب. قدر الإمكان حاول أن كتابك يكون واقعي. كلنا نحب أكيد وصف المشاعر حتى لو كان فيها جانب من المبالغة، لأن أحياناً بعض الكلمات اللي تكون قوية أو فيها مبالغة يمكن نحن نحسها بالنسبة لنا نحن واقعية 100%، لكن قدر الإمكان دائماً أنا أقول هالكلام من ما بقول خبرتي الكبيرة ولكن خبرتي المتواضعة، أن كل شخص لازم يحاول أن يبرز الشعور أو الجانب اللي التمسه في حياته بشكل واقعي. حاول قدر الإمكان أنك أنت تستخدم مصطلحات بسيطة ولكن فيها معاني عميقة. صحيح. اليوم أنا كقارئ لما بي أقرأ كتاب ما بكتاب فيه وايد كلمات وايد مصطلحات تصعب علي فهمها. صحيح. ابى كلمات بسيطه، ابى كلمات معبره، ابى كلمات توصف مشاعري، ابى كلمات اشوف نفسي فيها. فالبساطه في الكلمات، البساطه في الوصف، الواقعيه في وصف الشعور، هاي الامور كلها تساعد ان انت تصدر كتاب ناجح، تصدر كتاب يحتوي على معاني واقعية، معاني تسرد فيها مشاعر غيرك. ممتاز. على ذكر الكتاب الناجح، تجربك مع دور النشر كيف كانت؟ تجاوبهم معك كيف كان خاصة في أول إصدار؟ فكيف اتجهتي إلى دور النشر؟ كيف تعاونتي معاهم؟ نعم، بعد ما انتهيت طبعا من كتابة الكتاب بشكل عام راجعته طبعا كذا مرة، تواصلت مع كذا دار، مش بس دار ميداد طبعا. نعم. أوجه لهم تحية، أنا كتابي كان من إصدار. صحيح. دار ميداد للنشر. تواصلت مع كذا دار، وصلتني طبعا الاشتراطات والأمور اللي المفروض أن نحن نتفق عليها، لكن ما شاء الله يعني دار ميداد للنشر والتوزيع معروفين أن أفضل دار نشر محلية. صحيح. وأكيد الاحترام والتقدير لكل دور. نعم. النشر. فنطلع على الاشتراطات، على الأمور اللي موجودة في العقد، شفنا أن دار ميداد ناسبني أكثر، فتم التعاقد ياهم الحمد لله وتم الإصدار من خلالهم. ممتاز. لك مشاركات في المعارض، معارض الكتب ودعم الكتاب، كيف تقيمين هذه المشاركات؟ كيف تقيسينها لدعم الكاتب في مشاركاته في هذه المعارض؟ نعم طبعا، أول شيء أنا تدشين الكتاب كان من خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب في شهر 5. الحمد لله كان المعرض جدا جميل، تفاعل وتواجد الناس كان أجمل وأجمل، خاصة نحن الحين في ظل ظروف مو وايد سهلة. صحيح. في الوضع الحالي المهرجانات بشكل عام أو معارض الكتب بشكل عام أنا أشوف أن هي فرصة ذهبية لأن أنت تستثمر فيها شو إنجازاتك اللي حاب أنك أنت تبرزها للمجتمع، تجتهد من خلالها أو تحصل فرصة ذهبية من خلالها أنك أنت تبرز بعض المهارات اللي عندك. اليوم صحيح المهرجانات والمعارض بشكل عام تحتاج جهد كبير أن. صحيح. أنت توصل لها، ولكن هذا الجهد ما يمنعك أنك أنت توصل لطموحك والأشياء اللي أنت تطمح لها بشكل عام. الدعم المجتمعي ودعم الدولة ودعم الحكومة اليوم للثقافة هو دعم لا محدود في دولة الإمارات، ولاحظ هذا من قبل يعني المعارض اللي تقام، من قبل مؤتمرات، من كذلك تأسيس جيل في الثقافة والأدب. كيف تقيمين هذا الدعم؟ كيف تقيسين هذا الدعم اللي خلاك تتشجعين تكونين كاتبة؟ نعم طبعا، بداية دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله بلادنا مش مقصرة في موضوع دعم الشباب وجميع الفئات في المجتمع. اليوم نحن في دولة
ترتكز بشكل أساسي على الثقافة، على نشر الوعي. فالحمد لله الدعم كان جدا جميل، ما بقول بس على مستوى الدار وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأصدقاء، وإنما حتى من الأشخاص اللي ما تربطني فيهم معرفة شخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كان الدعم جدا جميل. يمكن بدون مبالغة دعم ما كنت أتوقعه. تشجيع رائع، دار مداد للنشر، الله حد من الدور اللي تؤمن بطاقات الشباب، تؤمن بدعم المواطنين وأبناء الدولة بشكل عام. فجدا جميل أنك أنت تشوف اليوم دور النشر والمجتمع بشكل عام يؤمنون بطاقات الشباب، يؤمنون بطاقة أبناء الوطن ويدعمونهم دعم كافي بأنهم يبرزون طاقاتهم إنجازاتهم للمجتمع بشكل عام. فالحمد لله الدعم كان رائع من الدار، من المجتمع، مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأسرة. إضافة أماني إلى أنك كاتبة، أنت كذلك مدرب معتمد، فاختيارك المواضيع الحوارية والنقاشات الحوارية كيف ساهمت هذه في دعم هذه المسيرة؟ خلينا نقول إنه فيها تنويع أو فيها جانب آخر. اليوم أنا الكتاب لما طلعت فيه يمكن كان بمثابة المفاجأة للمجتمع بشكل عام. الكل كان متوقع أن الكتاب، أو إذا أنا في حال بصدر كتاب أو بطلع بمقال معين، التوقع الأكبر كان أن شيء في مجال التدريب، تطوير الذات، ثقة بالنفس، التطوع، التخصص الجامعي أو الإرشاد الأسري. لكن ساعات أنا أؤمن بجملة يمكن هي مش مقولة لبعض الأشخاص، ولكن قناعة أن نحتاج ساعات أن نطلع خارج الإطار اللي نحن موجودين فيه أمام الناس. صحيح. نحتاج ساعات أن نوصف مشاعر، نحتاج أن نوصل أفكار من أشخاص سمعناها. فموضوع الكتاب مختلف كليا عن المجال اللي أنا أطلع فيه. المجال التدريبي اللي أنا أكون فيه مع المجتمع بشكل عام مختلف كليا عن الكتاب. صحيح. فشتان ما بين الاثنين، لكن الحمد لله نجحنا في المجالين. الحمد لله. طبعا أماني أحمد المطروشي كاتبة إماراتية، فخورين فيك وفخورين بما تقدم من هذه الإنجازات، وإن شاء الله بالتوفيق في القادم. احنا شاكرين وجودك معنا اليوم ويعطيك العافية. الله يعافيك، كل الشكر لكم لأسرة قناة الشرقية، ما قصرتوا، الله يحفظكم ونتشرف فيكم أكيد، وكل التوفيق. شكرا. الله يسلمك. طبعا مشاهدين الكرام، من الأستاذة أماني أحمد المطروشي كاتبة إماراتية وشغوفة من دولة الإمارات، نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الأمسية. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.